كنت ناشطا ضد الدكتاتورية في بلادي. عقدان مرة منذ خرج الصحفي والسياسي اليمني منصور راجح من السجن. هذا النشاط اعتبر خطرا، لكنه لم ينسى التفاصيل، ظل يتذكر كل الأوجاع التي عايشها في أحد السجون التي خرج منها، وقد ترك جزءا من ذاكرته فيها وفقد الكثير من عمره. يطل منصور متحدثا عن تجربته المريرة والتي لم تتمكن البلاد البعيدة حيث يعيش من محوها. لكن الأسوأ تمثل في الاستماع إلى صراخ الآخرين وهم يعذبون. كنت وحيدا، لكن اعتبرت نفسي واحدا من كثيرين في العالم، ولقد أمكن لضغط عالمي أن ينقذني من الموت ويحررني من السجن. ومن جعله يتجاوز 15 سنة قضاها في السجن، اليوم وبعد مرور كل تلك الرحلة يعيش 10 من الصحفيين ذات الظروف التي عاشها راجح دون فروق كبيرة، وكأن الزمن توقف عند تلك اللحظة المؤلمة، وكأن الأجيال لم تتوالى. لم يتغير السجان، وإن تغيرت طرقه في العقاب، وإن أمعن أكثر في تمزيق السجناء، ألصقت تهم متعددة للسجين السابق، ولم تكن الميليشيا التي سارت على ذات النهج مضطرة للبحث عن حجج لسجناء اليوم، فقد اكتفت بالقول إنهم مؤيدو خصومها، لكنها زادت إجراءات العقاب. لا زيارات ولا أقارب، ولا أحد يعرف أي سجن هم فيه، وقد وقفت أسرهم خارج الأسوار ذات الوقفة التي نفذها من سبق قبل 30 عاما لم يعرف السجناء خلالها الجلوس.